بس جوهرتين بس يلا لازم لا ترمي تفاح. قلت تفاح قلت تفاح هالمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح معاكم. سبايرو تابع جمع الكرات، لن نرسلك إلى شواطئ التنين قبل أن تجمع ما يكفي. لن تساعدك الكرات بتشغيل البوابة الخارقة فقط، بل ستساعدك باختراقها. طيب أنا ضغطت مثلث بالغلط. أنا مجمع أصلا الكرات على شكل أقدر يعني نقدر نروح نحارب البقرة الضاحكة. يلا خلنا نروح المرحلة هذه المرحلة ذي بس بقرة الضاحكة. بنروح للحلقة رقم 12. اي صح ما قلت لكم انا هذه سبايرو اجنايتد تريلوجي. احنا الحين غضب ريبتو غضب البقرة الضاحكة الحين غضب يعني بقرة ضاحكة تعصب. طيب على المهم يعني بالحلقة اوكي خنشوف هي يا سلام الحين الفيلة هذول يطلعون هي انطفاء اضغط النافورة لحقوا والله يضحك بالحيل يعني مع اني اللي اتذكر انهم كانوا يدعسونه. هاي اصبر اصبر شو اللي يحلت يا حيل التفاح حق كراش تفاح كراش خذ القرد بس. طيب كان ودي اول شيء يعني اجمع ارواح قبل لا ادخل المرح قبل لا ادخل المرحله بس يلا. ساءت الامور منذ اغلاق نافورتنا السحريه، ستساعدنا ان اكتشفت القوه الشريره التي سببت الكارثه. طيب يعني مو بهم اللي وقفوها، في يعني قوه سحريه هي اللي يعني سببت الكارثه هذه على حسب كلامه. اوكي هذا اللي يقول الله يمكن تلعب اللعبه يعني بال شو اسمه يمكن تلعب اللعبه الاصليه ختمها بالقناه كنت يعني ما اتذكر هذاك هو ما ادري اذا كنت اتذكر ولا لا. اي انت تحل التوامبا كنت تحل جوز هند ها. طبعا يا شباب هنا تلاحظوني اذكركم انا يا شباب تلاحظوني انا اتذكر بعض الاشياء مو علشاني انا حافظ اللعبه، انا علشاني ختمت قريب يعني ختمت الجزء الاصلي قريب علشان كذا يعني في اشياء انا حافظه. يلا حلو الحين سباركس رجع كامل. وين هذا حق الوامبا؟ خذ سارق تفاح من كراش ها؟ اوه كان هنا في ضفدع جنبي يا ليتني اخذته انا قبل اموت. لا تضحك علي انت يا القرد. ترمي جوز هند انت قبل ها؟ الحين ترمي وامبا. اوكي او تفاح كراش. اوه اصلا بالاصح وامبا. لا صح وامبا مو تفاح. اوكي حلو. انا من وين اخذت الفرصه؟ ليش اخذت فرصه انا؟ علشان وشو؟ ما ادري ليش. طيب خلنا ناخذ الجواهر ذولا. اوكي في هذا اوكي اذبحوه وانت الفيل ابعد. والله احس بصندوق اللي دخل جو اللي دخل جوهره احس صندوق حيدي يعني اقدر اقرنه. والله ما انتبهت انه يعني انه وحيد قرن مدرع. طيب اوكي حلو. البروفيسور هنا يبغى القلم حقه ها. سبايرو انا سعيد انك هنا. انا عديم الفائده دون قلم الموثوق ويبدو انني فقدته. لدي هذه البيضه الاضافيه، ربما يمكنك استبدالها بقلمي. استبدل البيض بقلمك شو يلا عطنا البيضه. اوف ورا كبيره اكبر من حجمها باللعبه الاصليه. اوكي لا كان ودي يعني شو اسمه. اوكي حلو 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 اذبح ذولا. طيب خلنا نجمع الجواهر ذولا هنا اذبح هذولا الباقيين اللي هناك. خذ ذي الجوهرة. لا انتفخ هذا انتفخ بغى يضرب. تعال شوفوا اسم سبايرو شوف شلون اسمه هو بالماء يعني كذا منتفخ. اوكي ما اقدر اطلع البيض وانا تحت الماء قاعد احاول ما انا بقدر. طيب هنا اذكر يعني في بط. لا في جوهرات اركانة والله نسيتها هذه. طيب هذا البط هناك البط هنا
هذا البط في جواهر جواهر جواهر. ها في البداية هذول، ها هذول في البداية. لا 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 مو في البداية. طيب خذ الضفدع ضفدع ضفدع. طيب اذبح هذولا. حلو 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 حلو. اوكي يا اخي الحين ما لقيت انا العشب، ما لقيت يعني او العش ما لقيت الحين. طيب خلينا ناخذ الجواهر هذولا. خلاص انت لا تحلت وانبع، لا تحلت لا تحلت تفاح. ودي اسميه تفاح انا، ما ودي اسميه وانبع. اوكي طيب حلو يلا يلا اوكي. والله ما شفته هذا، ما شفته. طيب الحين نقدر نروح لل شو اسمه العش. وين العش؟ اوكي العش مو هنا. وين العش؟ طيب هذاك هذاك هذاك. يلا 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 حط البيضه بالعش، حط البيضه بالعش. يلا هي اوه لاس ماركه. وين وين هذا البيضه قدامي. ها طيب طيب اوكي راح راح يسار راح يسار كذا. هي نقول ان شاء الله تضبط كذا. حلو ضبطت. الحين وشو وش هذه؟ اوه كذا كيوت صاير العصفور. ما ادري هذه ايش هذه صراحه، نسيت وين اوديها انا ما ادري. بس نشوف نشوف وين نشوف الى اين. بسم الله الرحمن الرحيم. انت والوامبا خلاص التفاح. اه لا بد انني اخذت غفوه هناك. واو يبدو انني اوقفت النافوره. هاك خذ هذه الكره ولا تذكر غفوتي الصغيره لهايدرار، اتفقنا؟ طيب اوكي. من هو هايدرار؟ من هو؟ يمكن هذاك اللي كلمته اول واحد. ايه صح شباب خلاص ما يعطونا تعويذات في العالم هذا، يعني خلاص ما يعطونا تعويذات تعويذات، يعني اذا خلصت المرحله بيعطونا يعني كرات باللوريه. هنا ما في شيء، هنا ما في شيء يعني. اوكي طيب لا 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 طلع طلع هذا طلع دي طلع دي. اوكي بعد طير 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 كذا طير كذا. حلو 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 حلو. جمع الجواهر. اوكي ناخذ الجواهر هذا ولا بعد. طيب بنرجع لك انت، انت بنرجع لك. ها انت بنرجع لك انت يا راعي السياره. اوكي ولا تدري خل نروح له خل نروح له خل نروح له. يلا بس باخذ الجوار اللي هنا بعدين نروح له نكلمه. ها اذكر لازم نلاحق السناجب علشان نصلح سيارته. يا سبايرو وجه مألوف، بعض السارقين العفينين قد سرقوا شمعات تشغيل سيارته وانا عالق هنا. رجاء استعد لي الشمعات الاربعه. اربعه وخشب كبير. بسم الله وش الخشب ذا؟ صعوبه اربعه. اوكي أربع نجمات هذه الصعوبة. طيب ها ناخذ الجواهر بعد. جواهر هنا اكسر ذا. يا سلام صح هنا. انزل 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 انزل. ما في سمكة هنا، اذكر في سمكة. طيب اطلع اطلع. ما في شيء حول. اوكي في هذه اقرنا. ما اقدر اطلع نار يا شباب لان في شيء بتمي للاسف. رجعنا العش. طيب يلا اهم شيء بس اخذنا الجواهر. الظاهر هذا هنا يعني. ها صح ولا لا؟ لا هذه النبته اللي بتمي هذه. اوكي يعني لازم يعني لازم اودي المزهريه. المزهريه عارفه عارفه صح تذكرت يعني وين المزهريه قدامي. انا بالطريق الصحيح الى الحين، انا الى الان بالطريق الصحيح. ايوه هذا هذا المزهريه هنا. الو اوكي اوكي الحين ايش؟ بسم الله. هاي ورا كذا صارت الورده هذه يعني من اول يعني شحليله يعني ولد يعني ورده زينه. ما هي ورده يعني لكن يعني صحيح شكله باللعبه الاصليه كان بشع ويخوف لكن هنا مروع اكثر صراحه. يعني باللعبه الاصليه كان 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 شكله فيه لطافه لكن هنا ما في لطافه ابدا. طيب يلا البطه البطه الحين البطه. طيب في جواهر هنا. سباركس في جواهر. وين تحت؟ تحت هنا تحت هنا. اوكي حلو حلو زين انك علمتني عنه. طيب اكسر اكسر سباريرو اكسر بعد. طيب اوكي طيب طيب لا
مات 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 حلو مات 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 مات. طيب معني ضحيت انا بسباركس بس بس اهم شيء مات. حلو الاخير 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 اوكي فش روحك يلا. اي اي اذبحه. حلو سباركس برا اوكي برا برا ما في الا برا بس. طيب وين برا الحين؟ وين برا بالضبط؟ ما اشوف شيء. وين؟ اوه هنا 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 هنا. طيب عطني اياه عطني اياه مو بتأشر عليهم وبس. طيب تحت اوكي هنا داخل اوكي هنا هنا فيه هنا فيه. طيب طيب اذبح الاداء اذبح الاداء لازم اذبحهم انا كلهم. مو بلازم يعني هو اصلا يعني لكن انا ودي انا ودي كذا خليها تحدي. اي تعال 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 تعال. لا 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 اوكي اوكي مات هذا مات هذا مات. ايه سباركس اصفر ولا اخضر؟ او لا اخضر اخضر. وش بك صالح؟ عمى الوان صار فيك جوهرة هنا. زين الله نعطيكم البطة بنتكم هذه. خذوا خذي بنيتس خذي بنيتس. ايش تبين تعطيني الحين؟ هذه لازم احطها بالقدر هذه لازم بالقدر. ما ادري سنجاب ولا كنغر ذا ما ادري والله. تعال 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 يا ابن حلال خلاص قرب 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 كذا قرب كذا ورا مشي كذا معوق مشي قاعد يعرج ما ادري احس انه كانه يعرج. طلعت الشيء اللي من اثمي علشان اذبحه خلاص اوكي. اول واحد هذا يلا رجع دي رجع دي بثمي رجع دي بثمي الحين هذاك واحد. خلي 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 خليك ليش؟ طيب خلنا احط هذه. الظاهر قرش الظاهر قرش ها؟ القرش اذكر عند النافورة صح؟ ما خاب ظني والله ما ادري والله ماني متاكد والله. بسم الله حسبت النبتة هذه الكنغر. ذو 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 الكنغر راح راح راح. طيب 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 اذا منك رحت خلاص نكمل التحدي التحدي حق البروفيسور. والحين ايش؟ الحين القلم قلم البروفيسور يلا حطه بثمك سبايرو. قلم البروفيسور حطه بثمك يلا البروفيسور حصلنا قلمك خذ قلمك ها خذه. قلم الرصاص يمكنني الآن البدء بحساب عمر الكون ثانية. خذ هذه الكرة كمكافأة لك. تعتقد إلورا أنني سأضيعها؟ وشو قاعد يحسب عمر الكون؟ فاضي أنت والله. عطنا الكرة عطنا الكرة تحسب إلورا عشان يعني إلورا ما تثق فيك ها تثق فيني أنا. يلا الحين نلاحق الكنغر نلاحق الكنغر ما أدري سنجاب كنغر ولا سنجاب هذا ما ادري. انتم وش تشوفونه يا شباب اكتبوا لي تشوفونه كنغر ولا سنجاب. اوكي رفرف 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 سلام. اوكي اصبر اصبر بجمع الجواهر اللي هنا بعدين بكمل ملاحقة الكنغر. وامبا صالح قلت تفاح خلاص ودي انا يعني اقول تفاح كذا ما ودي اقول وامبا. جواهر هنا اوكي حلو. خذن خذن. طيب واللي هنا واللي هنا اللي علجه هذولا اللي علجه هذي بس جوهرتين بس يلا لازم. لا ترمي تفاح. قلت تفاح قلت تفاح هالمرة قلت تفاح. اوكي اخذت الجواهر كلها ما بقى الا شو اسمه الكناغر او السناجيب هذولا. وين رحت؟ اي رحت هنا ها رحت هنا خلاص ما انتم بس شغلي يا الشاغل ما عندي شيء ثاني غيركم انتم. حلال قال خلاص اخذت اخذته. يلا يلا هذا واحد هنا قاعد. زورو هو ها وين 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 هذا زورو. يلا تعال توني انتبه انه يعني كذا لابسه. تبعته ما بعد ولا غطس والله. قربت لمه قربت لمه. احس ان هذا بيصير اصعب واحد هذا دام انه الاخير اكيد اصعب شيء بيصير هو. اي تعال ولا بعد بعد هو. طيب يلا اطير الحين اطير معه. ينقز وانقز معه. والله قريب شفت شلون قريب يا شباب. طيب طيب انا عندي فكره انا عندي فكره انا عندي فكره. تعال تعال تعال. لا لا وشو اي لا حسيت نفسي انا ذبحته. شفت انا العداد يعني حق القطع هذول حق السياره يعني طلع حسبت يعني حسبت بيحسبوا لي واحده زياده وحسبت نفسي ذبحته انا. تعال 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 والله اذبح كذا بنفس الطريقه.
انا ما عندي تفاهم والله اذبحك ده. مستانس ها؟ مستانس بتروح لها؟ لقد عدت الى العمل. هكا يا صديق التنين الفتي، خذ هذه، انها غالية جدا لكنك تستحقها. البلورة. خلاص كل البلورات اخذناهم. حلو اوكي، كلهم ولا مو كلهم؟ ها جمعت كل الكرات. اوكي خلاص السلام. اوكي لا راح الفوز، راح الفوز، ايه راح الفوز بصراحه. الاوتر خل نشوف يعني شلون ينضرب هذا. يا سلام، مبسوط ومستانس سعيد. نعس نام. هذا هو اللي قبل شيء اللي فتح الفوز يعني. وكان نايم. صح صح ايه صح 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 ايه. خليك نشيط، خل عنك الكسل. ها خل عنك الكسل، ارجع نعم مرة ثانية. طيب يلا نلعب بالمرحلة اللي بعدها. ما ادري هل وش اللي فيه. ايه اذكر في مرحلة ساحر، وبعد وش مرحلة نحل بعد، ومرحلة آلي. هذول الثلاثة اللي فيه اعتقد يعني. ها بس ما ادري والله، اروح لاي واحدة منهم. اي واحدة نروح؟ اوكي هنا يعني شو اسمه، في بلورة هنا داخل. اوكي خلنا نروح لذا المكان يلا. بس اذكر يعني البلورة هذه اللي داخل الحصات ما اقدر يعني اخذ، لازم مع اتعلم الحركة اللي يضرب مع راسه. اوه كذا يتزلج. حركة الضرب مع الراس الشباب اعتقد يعني بالحلقة الجاية نخليها. بروفيسور افتح. هناك بعض العزاء بأنك جمعت الكثير من الكرات. بوابة عالية التقنية ستأخذك إلى معبد الأحلام. معبد الأحلام اسمه. هذه أحسن مرحلة بالعالم هذا. يلا نروح لمعبد الأحلام. هذا هو يعني معبد الأحلام، أعتقد يعني هي المرحلة اللي فيها ساحر. هذه هي المرحلة اللي فيها ساحر أتوقع. نشوف يعني كيف هي بريماستر. كيف يعني اللي مختلفة عن اللعبة الأصلية؟ طبعاً أكيد مختلفة. افتحوا قفلوا، افتحوا قفل فتح بعد قفل. شلون شكله؟ اختفت. أيوة أحب لاحق التيس. إيه هنا فيه. هاي شباب اوكي هنا فيه. طيب وينك سباركس؟ اوكي اشوى فيه سباركس، والله مختفي كان هو في البداية. اوكي هذه المرحلة كاني شفتها انا بتريلر. لا موجودة بالتريلر حق اللعبة. يوم يقول سبايرو يعني بالبداية يقول هذا رائع. نكلمه. بكلمه طيب، بكلمه بيسمع صوته شلون. اوكي يلا خذ، كان المفروض يعني اكلمه يعني قبل اعطيها العصا، قبل لا ياخذ العصا. يلا هذا نشوف شلون يقوله، او خلنا نسمع شلون يقوله مو بنشوف. لازم يضربه. اوكي ليش يا ابن الحلال؟ لا ضحك ضحك قال كيا. اشوى اشوى اشوى، ما شالوها يعني ما شالوها. انا حسبت يعني شالوها لكن لا. حلو يلا خذ هذه حقت خويك. طيب عطن هذه، يلا خذ هنا. جواهر هنا، لا تطيح. شوي يقرن. شوي لا شوي كذا. حلو كذا حلو. هنا بعد فيه حلو. طيب خلاص ذبحت اللي هنا كلهم. اروح فوق فوق يلا. خذ وش خذ يا صالح. اوكي تكلم عدل. رحنا زوي عطيني تشيك بوينت. طيب خذ انت. طيب يلا انت بعد عطنا الكره حقتك. ابي الكره حقتك. ابذبح هذا بالكره حقت بالكره ذا حقت خويه. خذ يلا. سباركس كل فراشه يلا انت افتح لنا الباب. حلو افتح الباب. الله عليك كنت تطلع لهب، ليش الحين يعني تفتحه كذا؟ انت كنت تطلع لهب علشان تفتحه.
طلع لها بتكسر بتكسر الباب. يلا خد وانت خد. لا خلنا نسمع الضحكه رهيبه يا اخي. طيب وشو هذا اللي فوق؟ وشو؟ لا 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 هذا الاحمر اللي فوق وشو؟ ايه بس هذي كنت احسبه يعني منطاد ولا شيء. وين الخروف اللي قبل شوي؟ كان في خروف صح؟ ما ادري والله. التحدي هذاك شوفوا هناك، التحدي هذاك حق الملحق. والله ودي اشوفه يعني شلون. خلوني اكلم هذا، بيكلم ذا يعني بيكلم ذا. يا اخي ودي اكلمه، ودي اسمع صوته شلون هو. للاسف ما اقدر اكلمه. طيب اوكي يلا افتح لي الطريق. الطريق ها شو ضحكته. بكلمه طيب ما اقدر. ما اقدر يعني ما في كلام، ما في كلام عنده. اوكي خلونا نكلم هذاك. طيب اسمع صوته شلون. خد اي وشو انت اذبح خويه ها ما ادري. خلونا نكلم ذا. اجتاحت الغيلان أبراج الأجراس الخاصة بنا، ربما يمكنك المساعدة، لكن لا يمكنك هزيمتها دون تفعيل هذه الطاقة. اوكي لازم يعني 21، لازم 21 يعني. انا بس جمعت 18، لازم 21 عدو، لازم 21 روح. طيب خلوني اروح للش اسمه للتحدي هذا. الخرفان الخرفان خرفان. كل يا سباركس كل 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 كل. حلو 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 اوكي. طيب الجوهرة يا اخي هذا. طيب اوكي ناخذ الجوهرة بعد هذه. حلو حلو خذ الجوهرة خذ الجوهرة. انا عميل سري، انا ذاهب الى مخبأ السري، وحدهم اعضاء نادي السري يسمح لهم بالذهاب. لن اذهب ما لم تختبئ خلف تلك الشجرة حتى لا تراني. عشان ما اشوفك ها. والله اقدر اشوفك يعني عميل سري هذا. اوكي اوكي اعطيني تشيك بوينت. خلونا نكلم مره ثانيه. لن اغادر ما لم تنتظر خلف الشجره. اوكي طيب يلا لازم اتغبى ورا الشجره. خلونا نشوف شلون، او خلونا نسمع شلون يقول. كيف تقوله كيف تقوله؟ هذه المرة لا أريد أن أمسك بك تتسلل خلفي، فمخبئي هو للأعضاء فقط. طيب وراكذا يتكلم هو. يلا 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 امشي 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 بتربى هنا بتربى هنا. تحرك تحرك اوكي يلا رح 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 اوكي يلا 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 امشي 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 امشي. ناخذ الجواهر هنا بعدين يعني نروح لاحقه اروح لاحقه. يلا 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 لاحقه 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 لاحقه. الجواهر خله بعدين الجواهر خله بعدين ها. بس الحق عليه الحق على ذا الحق على ذا. اوكي بس الجواهر اللي بالطريق يعني خذها، بس اللي تصير على الجنب هذه خله بعدين مو مشكله. يلا 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 وين يروح وين يروح؟ اشوه هنا اشوه هنا. طيب لا 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 يشوفن لا يشوفن. اوكي 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 يلا 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 يلا. حلو حلو ما شافن ما شافن. اوكي يلا خلاص 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 وصلنا وصلنا. ماذا تمكنت من الوصول الى هنا دون اللحاق بي؟ يجب ان تكون من اعضاء نادي السري. خذ اداة فك التشفير السرية، ستمكنك من ارسال رسائل سرية. باللورة يا ابن حلال باللورة هذه ما تعرفه. لعمة لعمة الله لا يخلف. بس لا بالله سنعود بعد قليل. قسم بالله كنت ناوي اتخلص منك وافتك منك ومن شرك من ذي الحلقة ارتاح منك، لكن ايش اسوي؟ حسنا سبايرو هذا يعتمد على ذلك. هناك شيء وحيد بعد علي أن أعلمك إياه، وكما الأشياء الأفضل فهي لا تكون رخيصة الثمن. 500 لا حول ولا قوة إلا بالله. كلب أنت كلب. حركة الاندفاع بالرأس بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو القفز ثم الضغط على زر تنفيذ. ودي أسوي عليك
حركة الاندفاع بالرأس بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو كل تبن انا ابغى اسوي عليك، ايه تستاهل. عدنا. خلاص يلا ها. ماذا؟ تمكنت من ايه؟ بس عطني الكرة هذه اللي انا اخذتها قبل. انا بس وصلت هذا المكان علشان يعني لقد حصلت على هذه الكرة مسبقا. طيب اوكي يلا خلاص الحين اقدر افتح هذا. سلام. اوكي ناخذ الجوار هذول اللي هنا بعد. حلو خلاص، اللي عند العميل السري خلصناهم كلهم الجواهر. هنا حلو. اوكي خذ جمع. اوكي هذه يبيلة صاروخ، شوفوا هذا شلون اقنصه من هنا دم اصوب بعد. يلا افتح الباب انت، افتح الباب. الو متى قويك انت تضحك كذا؟ خلاص الثلاثة يا سلام ثلاثتهم. ايوه الحين نروح للتحدي ذاك، خلونا نشوف شلون شكله بالثلج. ها اجتاح الغيلان ابراج الاجراس الخاصة بنا ولم ترن الاجراس منذ ايام. جربت تعويذة نار على الغيلان لكنها جعلتها اكثر جنونا. اوكي ستهدئ طاقة التجميد الخارقة هذه الغيلان، لكننا نحتاج ان ترن الاجراس. سترن الاجراس ان صدمتها. اوكي لازم اصدمه. سهلة مرة، نجمتين التحدي بعد. طيب اوه شكله كذا والله رهيب يعني، بس شكله بالنار ارهب افخم. جمع الدولة. ما شفت شلون اشكاله، خلوني اشوف شلون. ضحكون والله مرة. طيب اوكي خلنا ندخل الجوهرات. طيب كسر لو سمحت. اوكي كذا لا ما ينفع كذا، خليك هذا الارتفاع. لا كذا بزيادة. جمد هذا وبعدين اروح كذا لهذا كذا. جمده جمده خلاص. جمدته. حلو اوكي خلاص. جرس، اول جرس. الصوت هذا والله صوته يبقى الاذن. اوكي في جواهر زيادة؟ خلاص ما في. طيب خلاص يلا روحنا. جمد. تعال قرب. ايوه حلو خلاص الجرس هذا. حلو طيب ورا ما رن الجرس يعني لماذا لم يقرع الجرس؟ اقرع الجرس. ايوه اراهن انك تريد كرة مقابل ذلك. اخشى ان ذلك لن يحدث، لا يزال هناك جرس واحد بعد يمكنك الوصول اليه باستخدام المروحة خلفي. اوكي استخدام المروحة هذه. يلا. اوكي لا لم تزبط معنا. خلونا ناخذ الجوار ارجع له. لا احد بتروح بيروح الثلج. مو مشكلة بس باخذ الجواهر بعدين اشحن الثلج. اوكي سويها. لا ما ضبطت الحركة. طيب جمد هذا خلاص جمده. اوكي خلاص طيب حلو. لا اصبر لحظة. خلونا نجمد هذولا. يا شيخ لازم يعني كذا، ما ادري والله شلون اشرح لكم كيف خطتي كانت، بس بحاول. لا ما ينفع. ما ادري والله شلون اشرح لكم خطتي. خلاص هذولا مجمدين. مجمدين وجاهزين. طيب اظن ما احتاج هذا اللي قاعد يناقص. لا والله احتاجه. ولا طيب عالي. يلا خلاص كذا ما احتاج الثلج الحين خلاص. شكرا سبايرو، لم اعتقد انك ستنجح. خذ هذا تذكار من متجر هدايا معبد الاحلام. اوكي اللي هي الكرة اللي كنت تعطيني اياها لكن ما اعطتني اياها قبل، توك تعطيني اياها الحين. طيب خلاص باقي كرة واحدة بس اللي هي حقت الفوز، الكرة حقت الفوز. يلا خلاص كرة اخيرة. اي صح باقي جواهر. الجواهر هذولا نسيتهم. طيب يلا اوه 25 بعد فيه. يا سلام والله واجد حلو. ذبحت خروف بعد بالغلط. وشو هذه فراشة؟ كنت احسبها فراشة ذيك اللي تلمع لكن طلعت لا ما هي فراشة. طيب هذولا كل الجواهر. اصبر متأكد اذا هي كل الجواهر ولا
اوه ذا والله حركات. طيب باقي جواهر هذه. خلاص 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 الحين كملات الحين كملات. هذا خذ يلا خذ. يبوس العصا. سبايرو لقد حررت مدينتنا من قبضة أولئك السحرة. أرجوك خذ هذه الكرة، أتوقع أنها ستساعدك خلال رحلتك. أوكي خلاص. كل الأخير عقد الفوز 100%. كملنا المرحلة ولا ما كملناه؟ جمعت كل الكرات. نعم أصغي جيدا سبايرو، إن كنت ترغب بالعودة إلى موطنك احتفظ بهذه الكرة وألقي هذه الكلمات الثلاث: بلاتو، فيراتا، ني، نا. انسى الأمر. وش هذه الكلمات؟ ني نا بلاتو. بعد يعني صرف الموضوع قال خلاص لا انسى الأمر، نسى الكلمة الثالثة. الحين وشو؟ صار تيسا. صار تيسا. هذا حبه او حبته، ما ادري اذا هو صار تيسا او انه صار تيس واللي شافه تيسا. طيب يا شباب كذا وصلنا نهاية الحلقة. طبعا ما طلع يعني كذا الجواهر معذورين عليها، لاني يعني لاني انا طلعت من المرحلة انا قبل علشان ادفع لذاك يجي ادفع لي عشان ادفع لهذاك عشان يعلمني حركة. كنت ناوي والله افتك منه من ذي الحركة، كنت يعني بذي الحلقة يعني ناوي افتك منه ولا اشوفه ابدا، لكن شو اسوي؟ غصب لازم كل حلقة ذا يطلع ويشحذ من. طيب يعطيكم ألف عافية على المشاهدة يا شباب، صالح كان معكم. والله الحين أنا بريح شوي، تراني سجلت ثلاث حلقات ورا بعض، الحلقة الثامنة والتاسعة والعاشرة، ثلاثة هذولا سجلتهم ورا بعض. أو ورا بعض، شفت شلون الكلام بعد متقطع، ماني عارف أتكلم زين، من التعب يعني الجن بسبب إني سجلت ثلاث حلقات. حتى سبايرو تعب يعني، لأنه يعني لعبنا بشكل متواصل. عموما يعطيكم ألف عافية على المشاهدة يا شباب، صالح كان معكم ونشوفكم على خير.